كده بقى انا عايزكوا تعملوا كل حاجه وبسرعه. مارو هاتي لي كاس ويسكي بتلج حصليني على المكتب. حاضر يا فندم. طيب انا هستاذنكم شويه. اتفضل يا باشا. الفرصة ان احنا كنا بنحلم بيها جت لحد عندنا، مش لازم نضيعها بقى وبكره نشتغل على المشروع ده. قلت لك ده انسب واحد هيقف جنبنا في المشروع ده. تعبت هتتكذب. اتفضل. يا لهوي. يا ضهري. يا راجل لم نفسك. الناس بره ومراتك لو سابتنا يا اخويا مش هتبقى. يا بنت هديك الطقطة ايه؟ يا لهوي والنبي لو ادتني الطقطة. انت اتجننتي يا راجل. يا بنت ما تخافيش. انا بقول حفايب بصي. اديني قطة. يا لهوي بس يا راجل بقول لك الناس بره. قطة سريعة. حسابك كده هيتقل. موافق. ايه ده مالك؟ ايه وشك مالوكة ليه؟ مفيش. طب تعالى نتمشى شوية. ها؟ دلوقتي اللي عايز يخطبك يتكلم مع مين هنا بقى؟ فاضل لو سمحت أنا فهمتك قبل كده أنا ست متجوزة. بس ما بتحبوش. وهو ما يستاهلكيش. Thank you.